اصبحت روح لينا في المكان. روح جسم. عشنا. المكان هنا. حضرتك قلت لي انت المدرسه اتهدت وانت قاعده هنا واتبنت. الشيخ عواد اتهد من بلا وانا قاعده هنا. يعني 55 سنه في الشارع. تمام. قاعده بما يرضي الله. بما يرضي الله. الحمد لله. قاعده بما يرضي الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سيده السيد نصر عبد الله. ملمع جزم بقالي 55 سنه وماليش معايا. ورزق على الله. انا قاعده بقالي هنا 55 سنه بلمع كده. عندك كام سنه؟ 75 سنه. تمام. وادي 44 8 حضارة. تمام. والحمد لله والشكر لله. طالبه من ربنا ومن سيدكم ان تعملوا لي معاش عشان اتقود بيه. كده السيد نصر عبد الله. عندك كام سنه يا حاج سيد؟ 75 سنه. تمام. وادي 44 8 حضارة. 8/11 44. تمام. انت شغاله ايه يا حاج؟ انا لما عجزه بقالي 55 سنه. 55 سنه شغاله ايه؟ قاعده القعده. تمام. وزوج حضرتك عايش؟ عايش. بس نظره اتحش يعني. نظره اتحش. تمام. طب اشمعنى يعني المهنه دي اللي انت اشتغلتيها يعني؟ يعني ربنا بقى رزقني بيها. الحمد لله. تعلمتيها مثلا ولا؟ تعلمتها من جوزي. جوزك كان شغال كده؟ كان شغال كده. تمام. هو بيجي برضه على الساعات بس نظر على قد الشغل. تمام. بيجي معاك هنا ساعات هنا؟ ساعات بيجي وساعات لا. عشان نظر الحال. طب ولادك فين يا حاج؟ ولادي غلابه كلهم ساكنين. عندك كام ابن؟ اربعه اولاد. اربعه كلهم. تمام. وكلهم عايشين بره؟ كلهم قاعدين بره وساكنين وعندهم عيال في المدارس وغلابه في الامثال. اتكل بقى على ربنا وعلى نفسي. تمام. فانت اخترت ان انت تطلع تشتغل الشغلانه دي؟ من صغر. من صغري شغاله كده من ساعه ما اتجوزت. انت اتجوزت عندك كام سنه؟ 16 سنه. 16 سنه. قعدت في البيت سنتين وبعدين بقى في العشرين من البيت قعدت. تفضلي شغاله قد ايه بقى؟ اقعد بقى لغايه العشاء، صلي العشاء وامشي. صلي العشاء هنا وتمشي. وامشي. يوميا على الحال ده؟ كل يوم كده، ما ببطلش يعني. يوميا تفضلي تيجي الصبح وتمشي العشاء. تمام. اصلي العشاء وتطلع. طب وزوجك مين اللي بيرعاه هناك مثلا يعني؟ مراتي. موجودة معاك؟ في انا واحد من ولادك عايش معاك. تمام. ابني قاعد معايا. تمام. بس باقي ولادك كلهم بره ساكنين. بره. Thank you.